نلتقي في هذا المؤتمر الأول لشعبة الدراسات الإسلامية مع الجلسة الأخيرة. ننتقل إلى المداخلة الخامسة، وأعتذر إن لم أكن ذكرت فيما قبل الدكتور حسين محمد الربابعة من جامعة البلقاء التطبيقية بالأردن، وسوف تكون له إن شاء الله المداخلة الأخيرة. الآن يتفضل الدكتور عبد الرحيم بن عبد الرحمن إيدي إيدي، أربع حركات ولا خمس؟ حركتين بس. بس. طيب مرحبا، أبشر أبشر. جامعة أم القرى السعودية في موضوع جهود الإمام إبراهيم شحاثة السمنودي في تجديد وتيسير القراءات وعلومها، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتقدم بالشكر الجزيل الوافر والثناء العاطر لجامعة مولاي إسماعيل، متمثلة في الكلية المتخصصة الكلية المتعددة التخصصات شعبة الدراسات الإسلامية على هذه التظاهرة العلمية المباركة، وعلى حفاوة الاستقبال والتكريم، والشكر موصول لمن حضر هذا اللقاء وهذه اللقاءات الطيبة المباركة. موضوعنا أو موضوع الدراسة هو جهود الإمام إبراهيم بن شحاثة السمنودي رحمه الله تعالى في تجديد وتيسير القراءات وعلومها، القراءات وعلومها. الشيخ إبراهيم بن شحاثة السمنودي إذا عد المجددون في القراءات وعلومها والتجويد في هذا العصر فإنه يأتي في القائمة، فإنه يأتي في قائمة هؤلاء لما له من مؤلفات منظومة ومنثورة. والتجديد في العلوم الشرعية يتناول أمران، الأمر الأول التجديد يتناول أمرين، الأمر الأول تيسير العلوم وتسهيلها وتقريبها إلى الطلاب وإلى المستقبلين، الأمر الثاني إحياءها وبعثها، وكلا هذين الأمرين يعني في مؤلفات السمنودي رحمه الله تعالى. الشيخ إبراهيم بن شحاثة السمنودي ولد عام 1333 للهجرة، وهذا يوافق عام 1915 للميلاد، وتوفي رحمه الله عام 1429 للهجرة، يعني قبل 11 عاما، وهذا يوافق عام 2008. والشيخ إبراهيم بن شحاثة السمنودي رحمه الله تعالى ربما مر بمراحل في حياته، وتوسطت أو توسط هذه المراحل يعني خفوته أو عدم ظهوره وعدم اشتهاره، وذلك لما حصل يعني بينه وبين بعض معاصريه من إشكالات سببت منعه من الإقراء والظهور ونحو ذلك، وهو ذكر هذا وسنذكر هذا إن شاء الله تعريضا. البحث يتناول أمرين، المبحث الأول فيه التعريف بالشيخ، اسمه ونسبه ومولده ونشأته وشيوخه ومؤلفاته وثناء العلماء عليه، أثره فيما بعده من المؤلفات. المبحث الثاني فيه مطالب، منها جهوده في التجديد في التجويد، وجهوده في التجديد في علم الفواصل، علم عد الآي، ومن المطالب كذلك في هذا المبحث النكوص الإبداعي في منظومات الشيخ في التجويد، وكذلك جهوده في التجديد في القراءات والروايات، وجهوده في التجديد في تحرير القراءات، وجهوده كذلك أو عنايته برواية حفص عن عاصم. هذا ملخص البحث، ويمكن الرجوع إليه لمن أراد أو لمن أراد التفصيلات. سنأخذ أهم ما يمكن أن يذكر في هذه الدقائق إن شاء الله تعالى. الشيخ كما ذكرت يعني كان قد منع من الإقراء ونحو ذلك لما حصل له من وشاية، وهي أنه كان يقرأ أو يجيز القراءة بالقراءات الشاذة
وهذا غير صحيح. حتى نظم هذا في قوله: وقفت في الطريق إذ لاقيت من هذه الوجوه ما لاقيت من كيد مؤذٍ أظهر التفانية والحب والإخلاص والود لي حتى تمكن من المراد بشاهد زور ومن حقادي يقول إني مقرئ وقاري بها لدى الصلاة والمقاري من غير أن يسمع أو يراني حتى لبالتبشير قد رماني وإنه قد أغلق الأبواب مما اضطررت النطق مستتابا وانقطع الأحباب والأصحاب عني كذا الإخوان والطلاب وبلغ الأمر لشيخ الأزهر كتابة لكنه لم يحضر مشوها مشهرا أشاع فضيحة ملأت الأسماع إلى أن قال: فكنت كابن شنبوذ إلا مخفف الحكم علي فظل، أو نحو ذلك. ابن شنبوذ معروف كان يقرأ ويقرأ بالشواذ وقد استتيب ونحو ذلك، فشبه نفسه به. ثم يعني المرحلة الأخيرة من حياته اشتهر على كبر سنه، يعني بعد أن وصل 90 وكان كبيرا بالكاد يعني يتكلم وبالكاد يقرأ، لكن ظهرت كتبه ما شاء الله ومؤلفاته، يعني اتجه كثيرا رحمه الله تعالى إلى النظم والمنظومات لما تعلمون من أهميتها في تيسير العلوم الشرعية بالعموم وتيسير علوم التجويد والقراءات بالخصوص، لأن غالب وجل المتون في التجويد وفي القراءات وعلومها هي من قبيل النظم، فيعني له ما يتجاوز 50 أو 40 نظما من المنظومات وغيرها كذلك من المنثورات. شهد له في الحقيقة أهل عصره وكبار أهل عصره، وهذا موجود في هذه الدراسة. من الأشياء التي تولاها رحمه الله تعالى في حياته أنه كان مشرفا على التسجيلات لكبار القراء بمصر، كان مشرفا على تسجيلات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ومشرفا على تسجيلات الشيخ محمد صديق البنشاوي، ومشرفا كذلك مستمعا لتسجيلات الشيخ مصطفى إسماعيل ومحمود خليل الحصري، كان مشرفا على هؤلاء جميعا. وقد توفي رحمه الله تعالى بعدهم بسنوات، يعني توفي عام 1429 يعني قبل 11 سنة، وأقل واحد منهم يعني توفي من سنوات. الشاهد أنه كتب له طول في عمره رحمه الله تعالى. ولأجل إشرافه على هذه اللجان أو على هذه اللجان لجان الاستماع، ألف مؤلفا سماه المقتدى في الوقف والابتداء. قال في بدايته: لما رأيت من واجبي كعضو أن أعد نفسي إعدادا كاملا يليق بخدمة القرآن، فعكفت على كتب التفسير والإعراب والوقف والابتداء مستحضرا كل حصة أراد تسجيلها في الأيام المقررة لأكون على بصيرة في المهمة التي شرفت بإسنادها إلي في هذا المشروع الضخم. يعني ألف مؤلفا لأجل إشرافي على التسجيلات، فكان يعد لكل حصة من الاستماع أو مقطع أو ربع أو ثمن من ما يستمع إليه، يعد ويحضر المواضع التي يصح الوقف والابتداء فيها وعليها، وكذلك ما يصح الوقف عليه إعرابا وغير ذلك رحمه الله تعالى. من المباحث في هذه الدراسة النكوص الإبداعي في منظومات السمنودي في التجويد رحمه الله تعالى، يعني كان عنده بعض النكوص، أريد بالنكوص المراجعات والآراء التي رجع عنها، يعني قال قولا ثم رأى غيره خيرا منه فرجع عنه. فذكرت بعض الأمثلة، يعني رأيه في القلقلة ورأيه كذلك في أقسام الوقف وأقسام كذلك المدود ونحو ذلك، يعني كتب أشياء ثم رجع عنها رحمه الله تعالى، وهذا مما يميزه في الحقيقة. ومما يميز مؤلفاته في التجويد أنه قسم التجويد، الناظر إلى مؤلفاته يرى أنه قد قسم التجويد إلى 3 يعني مستويات: مستوى المبتدئين وله فيه مؤلفات، ومستوى المتوسطين وله فيه مؤلفات، ومستوى المنتهين كذلك وله فيه مؤلفات. وأنا ذكرت مؤلفاته هنا أكثر من 60 مؤلفا، جلها في التجويد، جلها في النظم، جلها من قبيل النظم. ومن أشهر منظوماته رحمه الله تعالى نظم التحفة السمنودية، هي موجودة مطبوعة ومشروحة وموجودة بصوت يعني مشال العفاسي على الشبكة العنكبوتية، جمع فيها أهم مسائل التجويد وهي مهمة جدا، يعني بعض المسائل نحن نحفظها نثرا وهو قد يعني نظمها، ويتميز كذلك نظمه بعدم الحشو، لا تكاد أن ترى في نظمه حشوا أو زيادة أو كلمة
في غير موضعها رحمه الله تعالى. ومن أعظم مؤلفاته نظم في القراءات 14، وهذا النظم لم يكمله، نسأل الله عز وجل أن ييسر من يكمله وينفع به الأمة. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وإلى لقاءات أخرى طيبة. والشكر كذلك يتكرر لمن حضر هذا اللقاء الطيب المبارك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.